السلام عليكم من تخطيطنا لباريس موتور شو. احنا بستاند جاغوار خلفي جاغوار اكس اي الجديدة كليا، رح نحكي عنها بالتفصيل بشكل سريع. كونوا معنا بهاي التخطيط. سبق وقمنا بتخطيط الاطلاق الرسمي العالمي لسيارة جاغوار اكس اي 2016 اللي تم في العاصمة البريطانية لندن، ولكن احنا في معرض باريس موتور شو انا حبيت ان اقوم بتغطية صغيرة للسيارة، لانه هاي صراحة شباب سيارة جدا مهمة بالنسبة لشركة جاغوار. هاي السيارة اللي تعتبر راح يتم منها انتاج كميات كبيرة نوعا ما، فممكن تقوم بالتأثير بشكل ايجابي بشكل عالي للشركة. تعتبر سيارة جاغوار اكس اي هي المنافسة الرسمي لسيارة مرسيدس سي كلاس واي 4 من اودي وبي ام دبليو الفئة الثالثة. السيارة تم استخدام جميع التكنولوجيا اللي عند جاغوار، تصميم مميز، تم الاهتمام والمراعاة بشكل دقيق زي ما انتم بتشوفوا امامكم بالصور. من ناحية التكنولوجيا والميكانيك، جاغوار استخدمت اعلى تكنولوجيا ممكن تحطها بهاي السيارة، صغيرة الحجم ولكن بالمفعول تم استخدام كل تكنولوجيا الشركة عليها. نحكي شوية تفاصيل ميكانيكية عن محركات البترول اللي راح تتوفر بمنطقتنا. بالنسبة للجير بوكس على جميع النسخ من نوع ZF 8 سرعات اوتوماتيكي. اما بالنسبة للمحركات، المحرك الاول لXE، المحرك الاول لXE 200 سعة لترين تيربو تشارج 4 سلندر بولد قوة 200 حصان، وبالنسبة لعزم الدوران ببلغ 280 نيوتن. اما بالنسبة للتسارع من 0 ل 100 ببلغ تقريبا 7 ثواني وجزء. المحرك الثاني XE 240 سعة المحرك لترين 4 اسطوانات تيربو تشارج بولد قوة 240 حصان، اما بالنسبة للعزم ببلغ 340 نيوتن متر من العزم. تسارع السيارة ببلغ من 0 ل 100 كيلومتر تقريبا ب 6 ثواني و 4 اجزاء. اما بالنسبة للمحرك الاقوى جاغوار XE 340 محرك 3 لتر 6 سلندر سوبر تشارج بولد قوة 340 حصان، اما بالنسبة للعزم ببلغ 450 نيوتن من عزم الدوران. كتسارع من 0 ل 100 كيلومتر تقريبا 4 ثواني و 8 اجزاء. هاي هي السيارة بلمحة سريعة. شباب انا بدي رأيكم، شو رأيكم بتصميم السيارة؟ انا صراحة اتوقع للسيارة النجاح، ولكن اهم شيء سعر السيارة الابتدائي بمنطقتنا هو الراح يأثر بحجم النجاح تاع السيارة. شباب للمزيد من الصور بإمكانكم الضغط على الرابط في أسفل الحلقة لتشوفوا الصور على موقعكم arabgt.com.